أعزائي، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. اليوم 8 أبريل لعام 2020، وحلقة جديدة من برنامج سعادتك في صحتك مع الدكتور ناجي. والحقيقة بعد أن امتلأت الميديا يعني في حاجات غريبة، وصفات غريبة مثل الشلولو والكرومونيوم، حاجات غريبة جدا، وهو ما يروق لي أن أطلق عليه المضحكات المبكيات. وحتى الزميل الفاضل اللي بيقول ان هو بيتصلوا بيه من امريكا، انا بس نفسي وهموت اعرف مين بيتصل بيه من امريكا، انهي استاذ وانهي جامعه، عشان يعني يطلق هذه المعلومات الرائعه. الحقيقه في مواجهه هذا اللي يعني الزحام من الوصفات الغريبه والمعلومات المغلوطه، كان لابد ان احنا يعني نخصص حلقه للمستجدات عن الكورونا فيروس. وهذه الحلقة تفيد عوام الناس من يعني المهتمين بالثقافة، ولكنها بالأخص موجهة إلى الزملاء الأطباء. وطبعا زي ما بقول يعني بينما احنا بنعمل كده دلوقتي، سمعت لسه أخيرا أن بيل جيت وزوجته ميلاندا يعني الفاونديشن بتاعتهم يعني تبرعوا ب 125 مليون دولار للإسراع بإنتاج الفاكسين، واللي فيه أخبار هنقولها في النهاية بإذن الله تخص هذا الموضوع، يعني مش مؤكدة إنما أخبار جيدة. المهم إحنا النهاردة هنتكلم كعادتنا، بحب النظام، في 5 نقط. هنتكلم على الفيروس، وبعدين على المرض، وبعدين هنتكلم على السيتوكينز اللي هي المواد اللي بتعمل الأعراض واللي بتسبب الوفاة، وهنقول الأخبار السيئة، ثم هننهي بالأخبار الجيدة. يبقى في 5 نقاط. الأول قبل ما ابتدي أحب أقول للزملاء الأطباء إن اسم الفيروس مختلف عن اسم المرض. فاسم الفيروس هو سارز كوف 2، اللي هو لأن كان في سارز كوف 1. سارز كوف 1 اللي هو كان بيعمل، قلنا حتى الكلمة اللي هو حصل في سنة 2003، بس أصاب عدد محدود جدا من البشر، وإن الوفيات كانت يعني قليلة جدا. حتى الاسم بتاعه نفسه مش لطيف، يعني المتلازمة التنفسية الحادة الشديدة. فإحنا الفيروس اللي عندنا هو ابن عم الفيروس بتاع السارس، حتى بيسموه سارس كوف 2، على أساس الأولاني كان اسمه سارس كوف 1، ده سارس كوف 2، ده اسم الفيروس. إنما اسمه كوف 19، اللي هو كورونا فيروس ديزيز لسنة 2019. ده يبقى مش عاوزين نفرق بين اسم الفيروس سارس كوف 2 واسم المرض كوفيد 19، كورونا فيروس ديزيز لعام 2019. نبتدي في النقطة الأولانية وهي الفيروس. فأنا الأول عاوز يعني أشرح لكم بطريقة مبسطة الفيروس. فعاوز نتخيل مع بعض، والإنسان عنده مقدرة على التخيل، ثمرة المانجا. ثمرة المانجا في النص في النوايا بتاعتها، دي هي الفيروس، هنعتبر اللي هي الجينوم، اللي هو الجزء المهم، اللي هو الفيروس اللي قلنا بيتكون من حمض نووي، يا إما دي إن إيه يا إما آر إن إيه. في حالتنا هنا في السارس كوف 2 الفيروس بتاعنا هو آر إن إيه، ريبونيوكليك أسيد. لما انزل بقى يعني بعد النواه هطلع الاقي اللحميه اللي هي بناكلها الجميله دي، نسميها الكبسيد، اللي هي بتحمي الفيروس، وهي بتتكون من بروتين. وطبعا لو شفنا كلمه كبسيد معناها القفصيه او معناها الغلاف الخاص. من بره بقى، ودي مهمه قوي، في القشره. القشره دي اللي هي الانفلوب، ده اللي هو عباره عن لايكوبروتين، يعني بروتين مع ليبيد، وده اللي بيحمي الفيروس، وده اللي من اجله بنغسل ايدنا بالصابون لمده 20 ثانيه او بمواد كحوليه عشان خاطر يدوب الليبيد، وبالتالي يوقف نشاط الفيروس. القشره دي مهمه جدا. ليه بقى؟ هي دي اللي بتمسك في المستقبلات بتاعه الخلايا. يعني كل فيروس بيهاجم خلايا معينه. طب ليه يهاجم الخلايا دي ولا يهاجم الخلايا الاخرى؟ الخلايا اللي عنده فيها مستقبلات هيمسك فيها ويهاجمها. بيمسك فيها مين بقى؟ قلنا بقشرة المنجاية دي
اللي هي الانفلوب اللي هو عبارة عن اللايبوبروتين. وفي حالتنا بيمسك معظم المستقبلات دي موجودة في الجهاز التنفسي، عشان كده الإصابة أساسا تنفسية، وإن كان طبعا ممكن تصيب حاجات أخرى زي الجهاز الهضمي زي ما قلنا في الحلقات الماضية. طيب يبقى ده بالنسبة للتكوين بتاع الفيروس. نبتدي بقى ناخد حتة حتة. عاوزين ندرس الأول الفيروس بعد ما قلنا فكرة عامة وافتكرنا اللي هي زي ثمرة المانجا. دلوقتي لما ناخد في الفيروس الآتي، يوجد نوعان من القياسات عاوزين نقيس الفيروس. لما بنقيس الفيروس نفسه اللي هو قلنا النوايا اللي هو الجينوم اللي هو الحمض النووي، بنقيسه بطريقة اسمها بوليميريز تشين رياكشن أو اختصارها PCR. PCR يعني يقول لك واحد بيعمل PCR هم بيقيسوا له الفيروس نفسه. طب في عجالة وببساطة بيعملوا ايه؟ لازم الأول احنا قلنا الفيروس بتاعنا بيتكون من الـ RNA، يبقى خطوة أولى نحوله الـ DNA. طب ده كميته صغيرة مش عارف نقيسه، عشان كده سموها بولي يعني متعدد، يكتروها يعملوا amplification يكتروا كمية الحمض النووي ده عشان نعرف نقيسه. والخطوة الثالثة نديتكتد نقيسه، يبقى الـ PCR ديتكت الحمض النووي. بس الأول بنحول الـ RNA اللي هو في حالتنا في حالة الـ SARS-CoV-2 إلى DNA وبعدين نكتره وبعدين نقيسه. طب النتيجة بيقولوا إيه؟ لو واحد عملت الـ PCR هيدولي نتيجة، يقولوا لي يا positive يا negative. لو أنا إيجابي يبقى عندي الفيروس. نيجي بقى المهم، وهذا يعني إيه لو أنا PCR positive؟ لو أنا PCR positive فده معناها حاجتين، إن أنا عندي العدوى، يعني خلاص أنا شخص خدت الفيروس، والأهم إن أنا معدي الآخرين، أنا شخص خطر على الآخرين لأني بنشر هذا الفيروس، عندي الفيروس وبنشره. ده القياس الأول. طب نيجي القياس الثاني، إن إحنا قلنا قشرة المنجاية دي فيها اللايبوبروتين اللي قلنا بتمسك في المستقبلات في خلايا الجهاز التنفسي، فالجسم بقى بيعمل ايه عشان يمنعها من ذلك؟ بيروح عامل ضدها انتي بوديز، لانه القشره دي بتمثل انتيجين. وحتى قلتها في محاضراتي ان كلمه انتيجين لمن اللي مش واخد باله هي كلمه من شقين، انتيجين جين يعني جينيسيس تخليق توليد اوف انتي بوديز، يبقى حاجه بتولد الانتي بوديز، هي في الحقيقه بتولد مناعه عموما اللي جزء اصيل فيها توليد الانتي بوديز. يبقى القشره دي فيها انتيجين، وكلمه انتيجين يعني ايه؟ بيولد انتي بوديز، فهتخلي جهاز المناعه يولد ضدها نوعين من الانتي بوديز. في الاول بيولد حاجه اسمها اميونوجلوبولينز ام اللي هي الاجسام المضاده من النوع ام، ثم بعد كده يولد الاميونوجلوبولينز جي. طيب تعال نشوف اميونوجلوبولينز ام، ده بسميه طول عمري حتى وبشرح للاطباء انه ده بقى بسميه القوات الخاصه، لانه كميات قليله من كفاءات عاليه. الام ده الانتي بودي الواحد خمس قطع بنتامير، حتى قلنا كل قطعه ممكن عندها مكانين تمسك فيه بتو بايندينج سايتس، يعني خمس قطع، القطعه بتمسك اثنين يبقى يقدر يمسك 10. ده كميات قليلة بس كفاءة عالية جدا. فده أول حاجة بتتكون أول ما يصيبنا الفيروس، وعشان كده وجوده يدل على إن أنا عندي إصابة حديثة، إن أنا مصاب أكشوالي دلوقتي، لأنه بيبتدي بعد أسبوع من الإصابة ويقعد لمدة يعني يختفي بعد 3 أسابيع، يعني بيقعد أسبوعين، يبتدي بعد أسبوع ويختفي في الأسبوع بعد 3 أسابيع، يعني قعد معايا أسبوعين، ويدل إن أنا عندي recent infection إصابة حديثة. الأهم بقى اللي هو النوع الثاني اللي هو الإميونوجلوبولين جي، ده يعني كفاءات أقل بس كميات كتيرة قوي قوي، حتى بحب أقول الجي حتى ماشية مع العربي، ده الجيش بقى، الجيش بتاع المناعة ده، لأنه الأنتي بادي الواحد بيكون من قطعة واحدة، مونو مير، مونو يعني واحد ومير يعني قطعة، يبقى عنده two binding sites. ده بقى بيبتدي من بعد 14 يوم من الإصابة ويقعد بقى زي ما انت عاوز، وهو ده اللي بيدينا المناعة،
اللي هو الايمونوجلوبين جي ده هو اللي مرتبط بالمناعه. طب بنقيسهم ازاي دول؟ وانا سمعت ان دلوقتي في مصر في قياسات لسه معلنين عليها النهارده ب 400 جنيه قياس الحاجه الواحده الايمونوجلوبينز ام، اللي هو يدل ان انا عندي اصابه حديثه، يعني انا مصاب اتعديت، او الايمونوجلوبين جي اللي يدل ان انا عندي مناعه اظن ب 400 جنيه. سمعت هذا الكلام. طيب يبقى ده القياسات بنقيسه بايه؟ ده بحاجه اسمها اليزا، يعني ده تكنيك خلاص. اليزا اللي طبعا الاي انزيم وبعدين ال اللي هو لينكد وبعدين الاي اميونو سوربنت وبعدين السي، ده اختصار كلمه اليزا، ده الطريقه بتاع القياس. يبقى الفيروس، يبقى تاني هنقول في عجاله، يبقى الفيروس اللي هو سميناه في هذه الحاله اللي هو عباره عن النواه بتاعه ثمره المنجاه، ده بنقيسه بطريقه اسمها بي سي ار، والنتيجه بيعلن عنها يا اما بوزيتيف يعني عندي الفيروس، يبقى انا تعديت وانا معدي، تعديت ومعدي، يبقى البي سي ار تقول ان انا تعديت وان انا معدي الاخرين لما تطلع بوزيتيف خلاص. وده بيبقى مدته طول ما انا عيا بيبقى البي سي ار بوزيتيف، ولما يرجع يبقى نيجاتيف يبقى انا خلاص العدوى راحت. طب تاني قياس قلنا بنقيس ايه بقى؟ ان القشره دي اللي هي بتحمي الفيروس وبتخليه يمسك في الخلايا فيها انتيجين، يعني مواد مولده للانتي بوديز. حتى الانتي بوديز دي سموها ايه؟ فيروس نيوترايزنج انتي بوديز، يعني الانتي بوديز اللي بتفقد الفيروس فعاليته، نيوترايزنج تعادله، لانها لما بتمسك في القشره دي بتمنع الفيروس من انه يمسك في الخلايا، فيسموها فيروس نيوترايزنج انتي بوديز. الانتي بوديز دي نوع قلنا بتنقسم الى نوعين. الاول اول ما بتحصل اصابه حديثه بنطلع الايمونوجلوبولينز ام اللي هي القوات الخاصه، كميات قليله من كفاءات عاليه الحته الخامسه، وده قلنا بيبتدي يطلع بعد اسبوع من الاصابه ويقعد اسبوعين فينتهي مع نهايه الاسبوع التالي. انما الايمونوجلوبولينز جي مش بعد اسبوع، بعد اسبوعين وبيقعد معايا مده طويله، وده الجيش وده اللي بيعني المناعه. وهنا بقى الانتي بوديز قلنا بنقيسها بالاليزا، ودي حسب كميه الانتي بوديز يبقى نقدر نعرف المناعه خاصه انهي نوع اللي هو الايمونوجلوبين جي. يبقى الخص البي سي ار، لما تقيس بي سي ار انت بتقيس الفيروس. بوزيتيف يبقى عندك انت عندك الفيروس، يبقى انت تعديت وانت معدي. نيجاتيف يبقى خلاص انت شخص غير معدي. انما الايمونوجلوبينز قلنا بتنقسم الى نوعين، الام سيبك منه ده معناه ان في ريسنت انفكشن، انما الاهم هو الجي، ان انا عندي مناعه، عندي انتي بوديز انه يمسك في الخلايا وبالتالي تفقده فعاليته، فبنسميها فيروس نيوترايزنج انتي بوديز. وعشان كده انا من زميله فاضله واستاذه في المانيا قالت لي انه في المانيا قرروا الاتي، هي اللي قالت لي على فكره، هي اللي اتصلت بيها مش انا اتصلت بيها خلاص، ومقصودش يعني او يعني مش بنظام، هي اللي بتدي المعلومات مش انا اللي بديها، ما بيتصلوش بيا من المانيا يعني يعرفوا، لا انا اللي بكتسب منها معلومات، القصد في كلمه. فقالت لي ان هم قرروا الاتي، وهو قرار لطيف خالص، ان هم دلوقتي عاوزين الناس ترجع الشغل، فالاول عاوزين يتاكدوا ان الشخص ده مش هيعدي الناس، فيقيسوا له البي سي ار لازم يلاقوه نيجاتيف خلاص، انا ما عنديش الفيروس. وكم مره؟ مرتين نيجاتيف. ليه؟ لانه ممكن يطلع نيجاتيف وانا لسه عندي الفيروس، لانه في نتائج كاذبه كتيره في قياس الفيروس، فلازم على الاقل مرتين يطلع ان انا بي سي ار نيجاتيف، ما عنديش الفيروس، يبقى ارجع الشغل. طب دلوقتي انا مش مؤذي الاخرين، بس ممكن اتاذي، ما عنديش مناعه، فلازم يقيسوا لي انهي بقى انهي انتي بوديز، اللي هو الايمونوجلوبولين جي اللي هو الجيش، اللي هو قلنا كميات كتيره بس من كفاءات اقل، لانه الواحد بيبقى مونومير، يبقى انا عندي مناعه. ويدوني حتى بتقول لي هي اللي قالت لي، هي اللي قالت لي هيدوني شهاده ان انا عندي مناعه فاقدر ارجع الشغل، وفكره رائعه. وانا اتصور بقيه الدول اللي هي عندها المقدره تطبقها، عشان الناس اللي هي غير معديه وعندها المناعه ليه ما ترجعش وتدور عجله الانتاج، فدي فكره جميله خالص. ده كان الشق الاول والاصعب في حلقتنا النهارده، وهو الفيروس. نيجي بقى للمرض اللي هو قلنا اسمه ايه بقى؟ كوفيد 19، اللي هو كورونا فيروس ديزيز لعام 2019. هنا برضو انا قعدت افكر،
انا عاوز اقولها بطريقه سهله عشان تفتكروها، فهقسمها الى اسابيع. انا خدت الفيروس، مده الحضانه اللي هي قلنا الانكيوبيشن بيريد بتقعد من يومين الى اسبوعين، حتى حاجه الواحد يفتكرها. طب تعالى نقول في الاغلب قد ايه؟ اسبوع. يبقى ده الاسبوع الاول غالبا باخد العدوى، يعني باخد العدوى بعد اسبوع قبل ما تظهر اعراض المرض، انما قلنا بالظبط من يومين الى اسبوعين، عشان كده فتره العزل بناخدها بالاحوط، مش لحد اسبوعين ممكن يجي لك، يعني انت سليم بس ما جالكش، فبنعزلك لمده اسبوعين، انما في الاغلب بيبقى الكلام ده ما بين اليوم الخامس والثامن، يعني قول اسبوع حضانه للتسهيل. الاسبوع الثاني بقى بعد الحضانه ده بيظهر فيه المرض، ده الاسبوع الثاني. طب الاسبوع الثالث ده بسميه التطور بتاع المرض، ان يا اما الاعراض تقل، ده في اغلب المرضى وده مقدمه للشفاء، او تصور بعد ما كانت الاعراض خفيفه، ودي حاجه غريبه جدا وهشرحها لكم دلوقتي ليه، تسوء الاعراض، وده الناس اللي هم بيبقوا ان سيفير كيسز وبيدخلوهم الرعايه المركزه. الاسبوع الرابع بقى ده النتيجه بتاعه المرض، لو كان في الاسبوع الثالث الاعراض قلت، الواحد بيتجه للنقاه ويخف ويشفى، وبعد كده نتاكد انه نشوف فيه انه ما عندوش فيروس. عرفناها ازاي بقى؟ بالبي سي ار تبقى نيجاتيف، او اذا كانت الحاله تفاقمت قد تؤدي بقى الى ان يحطوني على فنتليتور، على جهاز تنفس صناعي، وقد تؤدي الى الوفاه. فدي طريقه سهله في شرح المراحل الاربعه المرض باسابيع، عشان حتى الاطباء الزملاء يفتكروها. قلنا الحضانه من اسبوع من يومين الى اسبوعين بمتوسط اسبوع، غالبا من 5 لـ 8 عندها اللي بتبقى خطيره شويه، ادي اسبوع. ثم يبقى اسبوع ده اسيمتوماتيك ما عنديش اعراض، ثم يظهر المرض الاسبوع الثاني، ثم الاسبوع الثالث قصاده احتمالين، في الاغلب الحمد لله انه هيتطور للابسط، هيبتدي الاعراض تقل، انما في بعض الحالات بالاعراض بتسوء، بعد ما كانت قليله بتسوء، وده اللي شفناه في كثير من المرضى. الاسبوع الرابع هو نتيجه القصه، الاعراض كانت بتقل في الاسبوع الثالث، غالبا بتجه للنقاه والشفاء، وبقى البي سي ار عندي نيجاتيف، انما اذا تفاقمت الاعراض اكثر ممكن يحطوني على الفنتليتور، ممكن لا قدر الانسان يتوفاه الله. ومره ثانيه ولا اكل ولا امل. يبقى يوجد قياسان اساسيان، نقيس البي سي ار ده يقول لنا ان عندك الفيروس، انت اتعديت ومعدي الاخرين طول ما انت بوزيتيف، انما امتى تبقى انت خلصت العدوى ولا تعدي الاخرين لما تبقى نيجاتيف، ده القياس الاول المهم. طب القياس الثاني بقى اللي بيقول لي المناعه، ان احنا نقيس الانتي بوديز، الاجسام المضاده اللي عملها الاميون سيستم، اللي هي بيقول لنا بتنقسم الى نوعين، اميونوجلوبولينز ام، ده اللي بيعني ده اللي بيطلع في الاول، بيطلع بعد اسبوع بعد 7 ايام ويختفي بعد 21 يوم، يعني من 7 ايام ل 21 يوم، وده يدل ان انا عندي انفكشن، ان انا عندي اصابه حديثه ريسنت انفكشن. انما النوع الثاني هو الاهم، اللي هو اميونوجلوبين جي الجيش، اللي هو كميات كبيره من كفاءات صغيره، ده بيبتدي في اليوم ال 14 ويقعد معايا مده طويله، وهو ده اللي بيديني المناعه. يبقى البي سي ار تقول لي الفيروس، العدوى، الاجسام المضاده تقول لي المناعه. طيب هنا بقى سالني كثير من الزملاء اسئله احب اجاوبها. يبقى هل يوجد مناعه ضد هذا الفيروس؟ اه طبعا، ممثله في الاميونوجلوبينز ام، الاميونوجلوبين جي اسف. طب واحد يسالني، طب قول لي مدتها وقوتها. مدتها الحقيقه ما نعرفش بالظبط هتقعد قد ايه، انما بالقطع يوجد مناعه، انما القوه اقدر اجاوبك عليها حسب كميه الاميونوجلوبين جي. ومن الحاجات اللي احنا عارفينها ودرستها لكم مرارا وتكرارا، ان انا عندي مناعه، فلو جاني الفيروس تاني انا عندي مناعه، مش هيجيني المرض، بس بالعكس هتبقى مصلحه. عارف ليه؟ انه هينشط خلايا اسمها خلايا الذاكره، الميموري سيلز، فالميموري سيلز دي هتنتج الاميونوجلوبولينز جي اكتر، فالمناعه تزيد. يعني الواحد وانس خد مناعه، محاوله الفيروس انه يدخل تاني تنشط الميموري سيلز، اللي هي خلايا الذاكره بقى اللي جمعت المعلومات على الفيروس، لانتاج اوفر واسرع للاميونوجلوبين جي. يعني خلايا المناعه اللي عندها فكره عندها مقدره على انتاج اكثر واسرع للاميونوجلوبينز، فتقعد المناعه تزداد وتتقوى تتقوى وهكذا. يبقى السؤال، هل يوجد مناعه ضد هذا الفيروس؟ الاجابه نعم. مدتها ما نعرفش بالظبط، لكن تزيد
بتكرار دخول جرعات منشطة من الفيروس. طب وقوتها تتناسب مع كمية الإيمونوجلوبولينز قد إيه عندي؟ طب السؤال اللي بعد كده تسألته كتير، هل يمكن أن يصاب الإنسان مرة أخرى بالفيروس ده؟ الإجابة ممكن في حالتين، لو إن المناعة ضعيفة أي كمية الأجسام المضادة الإيمونوجلوبولين جي دي قليلة، أو لو تحور الفيروس، يبقى أنا عملت مناعة ضد حاجة واللي جاتني حاجة تانية، الفيروس تم تحوره، وهذا ما يحدث في فيروس الإنفلونزا الموسمية، إنه بيتحور، وعشان كده إحنا بنغير الفيروس ده الفكرة. يبقى اتكلمنا على الفيروس واتكلمنا على المرض. نتكلم في النقطة الثالثة بقى على نقطة مهمة وهي السيتوكينز. السيتوكينز اللي هي المواد الكيميائية اللي بتطلع من جهاز المناعة واللي بتتسبب في الأعراض وفي الالتهابات. طب واحد يقول لي علمنا عنها شوية، ايه هي يعني ماهيتها، هي عبارة عن ايه، تركيبة ايه دي؟ تركيبة في الاساس بروتينات صغيرة، يعني ساعات تبقى بيبتايدز حتى او ماسك فيها كربوهيدرات فيسموها جلايكوبروتين. مهم هي بروتين في الاساس صغير، ده السيتوكينز. طب ايه مصدرها، مين اللي بيطلعها دي؟ بتطلع من الاتي، من خلايا المناعة الاميون سيلز اللي هي ضمنها الخلايا كرات الدم البيضاء الليمفوسايتس بنوعيها التي والبي. حتى قلنا التي مسؤولة عن المناعة الخلوية، عن الخلية بنفسها تهاجم الجرثومة، أو الخلايا السائلية اللي هي هيمورال اللي هي عبارة عن أجسام مضادة موجودة في سائل الدم فيسموها هيمورال اللي هو البي. وتطلع كمان من الماكروفيج المونوسايت ماكروفيج سيستم. يعني إذا اللي بينتج السيتوكينز دول أساسا هي خلايا جهاز المناعة اللي هي بتاع كرات الدم البيضاء، سواء التي والبي ليمفوسايتس أو المونوسايتس اللي بتتحور إلى ماكروفيج. تطلع كمان من الاندوثيليال سيلز الخلايا المبطنة، تطلع كمان من الفايبروبلاس اللي هي الخلايا اللي بتكون النسيج الليمفاوي يسموها أروما ليفية، وبتطلع كمان من الستروما اللي هي الخلايا اللحمية اللي هي موجودة في الستروما نفسها. فبتطلع من خلايا كتير. النقطة الثالثة طبعا السيتوكينز، عرفنا هي إيه وعرفنا مصدرها إيه. طب النقطة الثالثة أنواعها إيه؟ من أشهر أنواع حاجة اسمها انترلوكينز، وهنا الانترلوكينز يعني اللوكين جاية من اللوكوسايتس يعني كرات الدم البيضاء. دي السيتوكينز دي عبارة عن، مش احنا فيما بيننا بنتواصل يعني بالبريد الإلكتروني، الخلايا كرات الدم البيضاء بتتواصل ببريد كيميائي كيميكال ماسنجر اللي هي السيتوكينز دي اللي هو الانترلوكينز. خلاص الانترلوكين هي دي المواد اللي بتتواصل بيها كرات الدم البيضاء. في اللي هو الانترفيرون، ومن اسمه انترفيرون، خدوا بالكم جاي من كلمه انترفير يعني يمنع تكاثر الفيروس. وفي نوع ثالث زي منها اللي هو زي التيومر نيكروسيس فاكتور اللي هي العامل اللي بتاع الفاكتور اللي بيعمل ضمور في الاورام. فدي انواع. هنيجي النقطه الرابعه، وظائفها ايه. المواد الكيميائيه دي هي اللي بتقود جهاز المناعه بتاع حضرتك وحضرتك والعبد الله، وتعمل توازن ما بين شقي جهاز المناعه، قلنا جهاز المناعه الخلوي اللي هو السيلولر بتاع التي ليمفوسايتس، والسائلي اللي هو بتاع سائل الدم اللي هو عباره عن اجسام مضاده، تعمل توازن ما بينهم في المعركه ضد الانتيجين اللي هي مؤسسه من عليها الجراثيم. لكن ليها وظائف تانية في الجسم ملهاش علاقة بالالتهابات والحاجات دي، ان كل تكوين كرات الدم بانواعها بتحصل بواسطة المواد دي، يعني ليها وظائف تانية. طب النقطة بقى مهمة جدا، طب هل السيتوكينز دي ممكن تبقى مضرة؟ اه، وده اللي شفناه بقى في حالة الكوفيد 19، انها يحصل حاجة اسمها سيتوكينز ستورم. سيتوكينز ستورم يعني عاصفة من السيتوكينز، اللي هو عارف بحب اشبهها ان الجسم يكون كميات كبيره جدا، فمش بس تقتل الفيروس وتمنعه، ده تقتل الانسان نفسه فالانسان يموت. اللي هو بنقولها في 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 مثل بيقول الشيء اذا زاد عن حده انتقل يعني الى ضده، الشيء اذا زاد عن حده حصل ضده. اللي هو بسميها باسلوب اخر النيران الصديقه، يعني ان الجسم فجاه انتج كميه رهيبه من السيتوكينز دي
فأدت إلى أنه مش بس أضارت بخلايا الفيروس، أضارت بالجسم نفسه، وممكن الإنسان قلنا يتوفاه الله، وده اللي شفناه، وحتى بتحدث فيه الشباب الصغير طبعا أكثر، قلنا هذا المرض الحمد لله متعلق بالأكبر سنا، لكن ممكن يحدث الكلام ده في الشباب. طيب اللي عاوز أقوله بقى برضو نقطة مهمة جدا، إن لقوا إن أدوية الالتهابات يعني قد تضير بالشخص، فقلت وبعيد في كل حلقة من فضلكم محدش ياخد الأدوية المضادة للالتهابات كما الفولترين الايبوبروفين أو زي الكتافلام أو زي الفولترين، دي ثبت إن في بعض المرضى بتؤدي لتأثير سيء. الحاجات اللي ناخدها بقى في أثناء المرض، بناخد حاجات خفيفة زي التايلينول، زي بناخد الباراسيتامول أو الأسيتامينوفيلين، هو نفس الاسم للباراسيتامول، يبقى ناخد حاجات بسيطة، تايلينول ناخد باراسيتامول أو أسيتامينوفيلين، إنما بعيدوا عن الحاجات التانية. يبقى دي قصة السايتوكينز اللي هي المواد اللي بتعمل أعراض وبتعمل التهابات في الكمية المناسبة، حلوة جدا بتساعدنا على التغلب على المرض، لكن أحيانا لعيب جيني ما نعرفوش بالظبط بيحصل عاصفة اللي هي السيتوكينز ستور، تطلع كمية كبيرة فما تقتلش فقط الفيروس ولكن تقتل إنسان معاه، ودي حاجة سخيفة. الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، آسف هو المثل كده، الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، أو بنسميها بتعبير آخر النيران الصديقة. تمام؟ طيب نيجي بقى عندي النقطة الرابعة، الخبر السيء والخبر الجيد. هبتدي المرة دي بالخبر السيء. الخبر السيء ان انا بتابع اعداد الوفيات، فقلت ان اذا تضاعفت اعداد الوفيات، الجمعة اللي فاتت كانت 50,000، اذا وصلت الجمعة دي الى 100,000 فيبقى ده معناه ان احنا مش عارفين نوقف المتوالية الاسسية الهندسية، انه هيبقى في نهاية الأسبوع ده يوم الجمعة لو وصلوا 100,000 لا قدر الله يا رب ما يحصلش، اللي بعده هتبقى 200,000، هتقعد تتزايد. قلت في غضون 10 أسابيع هيصل عدد المتوفين، أنا مش عاوز أقول الرقم، حوالي 50 مليون في 10 أسابيع، يعني حاجة تماثل عدد أقل قليلا من اللي حصل في الحرب العالمية الثانية، مع الفارق إن الثاني حصل في 6 سنين، فدي كارثة. وقلنا ليه؟ لأن هذا الفيروس من حيث سهولة العدوى 3 لـ10 مرات قد الإنفلونزا، مدة العدوى طويلة جدا، وبتبتدي حتى والشخص ما عندوش أعراض، يعني لسه في الانكوبيشن بيريود في فترة الحضانة أو عنده أعراض خفيفة. ده الخبر السيء، واللي هو كل الدول دلوقتي بتسعى لإيقاف هذه المتوالية الأسسية الهندسية. إزاي؟ بأن النهاردة في أوامر مشددة بأن الناس تقعد في بيوتها، اللي ما عندوش شغل، اللي ما عندوش حاجة هامة جدا لازم يقعد في بيته، اللي هو نعمل يعني فيزيكال ايزوليشن، وحتى اللي يضطر ينزل لازم يحافظ على الفيزيكال ديستانس اللي هي قلنا 2 متر، ده دي حاجة مهمة جدا. وبعدين قلنا ان لازم العادات الصحية التنفسية، اللي لازم ان احنا نغسل ايدينا بالمية والصابون 20 ثانية على الاقل، او نحط الكحول على الاقل 60%، وان انا لو عطست او كحيت ان انا يا اما احط تيشو يا اما احاول اغطي نفسي بالكوع، دي مهمة جدا. وزودنا بقى وكل الدنيا زودت بعد ما منظمة الصحة العالمية في الاول يعني مشيتنا في اتجاه خطر، قالت الكمامات مش مهمة، لا ما تخرجش من بيتك بدون كمامة، ان شاء الله كمامة مصنوعة منزليا واحسن حاجة من القطن، لو عندك حتى تيشيرت قديم قطن اعمل منه كمامات، لكن طبعا في سيرجيكال كمامات جراحية والاحسن منها اللي هي N95، تخرج برا بيتك معناه كمامة على طول، والكمامة لا تلامسها، لو انت بتلبسها ولا انت بتقلعها ولا في اثناء لبسها، لان دي بتحمي الاخرين وبتحمي نفسك، مع الاخذ في الاعتبار انك انت ما تهملش طرق الوقاية الاخرى اللي هي أهمها على الإطلاق العزل. لو عرفنا نمسك روحنا ونقعد، قلت كل واحد بيخرج وهو ما يعرفش هو عنده الفيروس ولا ما عندوش، بتبقى كارثة. لدرجة أنه بيفكروا في كندا، ودي حاجة مكلفة جدا، أنه كل شخص يقيسوا البلد كلها يشوفوها هل هو الـ PCR positive موجب
يبقى ما يتنقلش، يبقى يتعزل. ده بالعكس، ده قالوا مين خالطوا ويتابعوهم عشان هل هم موجب ولا لا، ويعزلوهم تماما. فمستعدين يتكلفوا بلايين بس لإيقاف الوباء الرهيب ده. فمن فضلك اقعد في بيتك. نيجي طب فين الخبر الجيد؟ تمام، اللي بحب اقول الخبر الجيد، الخبر الجيد ان احنا في بلادنا العربيه ورا هذا السيناريو باربع اسابيع، واحنا قلنا كل اسبوع بيعمل تضاعف في الحالات. فاحنا اربع اسابيع ده فرصه ذهبيه هم ما استغلوهاش. يعني هم احد العتابات اللي بيقولوها الى السياسيين الكبار ان انتم ما تنبهتوش بالقدر الكافي. طب احنا دلوقتي يعني من يعلم يحذر، فاحنا عارفين ان احنا وراهم باربع اسابيع. في دول اكثر تقدما، في دول متاخره في هذا السيناريو الرهيب. احنا بقى ربنا ادانا فرصه ان احنا وراهم باربع اسابيع، فنستغلها استغلال جامد بالثلاث حاجات اللي قلتها دي، اللي هي التباعد البدني والعزل البدني اللي هو اهم منه. ما فيش حد يخرج في الشارع الا اذا كان لشديد القوي او يعني عنده عمل فلازم يخرج. اتنين، ان نراعي العادات التنفسية الصحية تماما. وتلاتة بقى نزود اللي يعني خدعنا فيها في البداية، اللي هي الكمامات. حتى لو ما فيش كمامة نعمل كمامة منزلية، يفضل من أقمشة قطنية. دي حاجة مهمة جدا، نستغل هذه الفرصة. وبعدين تعرف زي ما بقول على الباغي تدور الدوائر، ان حضرتك لما هتنزل وتعرض المجتمع وتعرض نفسك لانتشار هذا الوباء، دي حاجة يعني ربنا هيجازيك عليها، مش هيسيبك ومش هيسيبنا. فمن فضلكم أتوسل إليكم، أرجوكم، ربنا ادالنا فرصة رائعة أربع أسابيع، وإيه في متوالية أسية، يعني التضاعف أربع مرات، إحنا نبقى أقل منهم. ما تيجوا نستغل هذه الفرصة ونبقى صرامة وأكثر يعني تيقظا في منع هذا الفيروس الرهيب، نستغلها من فضلكم. وأهمهم على الإطلاق العزل البدني التام. حتى وانتوا جوه البيت قلت لما نقعد في تباعد اجتماعي، آسف، تباعد بدني هنتكلم ولما قلت اتكلم حتى اتكلم بصوت خفيض عشان الاود التوكينج نفسه بيطلع. فده خبر جيد، احنا عندنا اربع اسابيع. هنا الوضع بقى يعني متأزم جدا لدرجه زي ما بقول ان بيحاولوا يشوفوا كل الناس مين موجب عشان يعزلوه تماما ومين سالب. تصور بقى لما يعني في بلد زي امريكا يعني اكتر من 340 مليون يعملوا هذا الاختبار، وعندنا هنا في كندا 333 مليون، يعني واحنا في مصر انا عارف ان احنا فوق المليون 100 مليون، يعني تكلفه رهيبه. طب قال لك ممكن ما تعملش ده لو انت عزلت نفسك، فتعالوا نعزل روحنا تماما ونعمل تباعد اجتماعي ونعمل عادات تنفسيه صحيه. شوف بعيد 100 مره ما لا اكل، والكمامات لايقاف الحكايه دي. وقلت الخبر الجيد ان بيل جيت وميليندا اللي هي مراته فاونديشن حطوا 125 مليون دولار للاسراع، لان هم قالوا التايم كاونتس، الوقت بيفرق. والاخبار بس مش عاوز اعلق الناس باهداف حاجه مش مؤكده، يقال غير مؤكد انه في الخريف القادم، ان في دلوقتي بدايات فاكسين في البري كلينيكال ستيج هيجربوه كلينيكيا بالسمر تايم، وقد يصلوا الى هذا الفاكسين في الخريف، لكن هذا شيء غير مؤكد. فعشان نقلل الضغط على الانظمه الصحيه في العالم بان التصاعد ما يبقاش بهذه المتواليه الاسيه الجامده، ننعزل. وعشان نقلل عدد الناس اللي هم هيرحلوا عن عالمنا هذا، فمن فضلك هذا واجبي وواجبك وواجبك ان احنا ناخد بالنا من الحكايه دي. وزي ما بقول كل واحد يعني يعتبر روحه ان هو يعني ممكن ينشر، انا ما اعرفش اذا كنت انت او هو او انا حاملين المرض ولا لا، والمرض بدا ولا لا، يبقى الاحسن ان احنا نقعد الا اذا كان عندنا عمل او في شديد قوي. ارجوكم اتوسل اليكم، استغلوا الاربع اسابيع اللي ادهم لنا ربنا ده، الاخبار الجيده عن الوضع المأساوي اللي احنا فيه هنا، اللي هي المتواليه الاسيه اللي قلت تنذر بانه في 10 اسابيع يصل العدد الى حاجه تماثل ضحايا اقل قليلا من ضحايا الحرب العالميه الثانيه اللي حدث في 6 سنين. ف
فمن فضلكم يعني ما تاخدوش الامور دي ببساطه. في البدايه انا بقول قبل 13 مارس في تورونتو هنا كان ناس اعداد قليله وناس مش فاهمه تتضخم لقد ايه، كانت الحياه نشطه جدا وجميله وما حدش عارف حاجه. بعد اقل من شهر نحن في وضع لا يمكن وصفه من العزل البدني، نعملها بخاطرنا بدل ما نعملها غصب عنا، نبطأ إلى أن يصل الغيث والنجاة. وفي النهاية بأشكركم لحسن متابعتكم، وأسأل الله للجميع الصحة وزوال الغمة، وإلى أن ألقاكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج سعادتك في صحتك مع الدكتور ناجي، أتمنى لجميعكم التوفيق. شكرا جزيلا.